بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، تحدثنا في اللقاء السابق عن سر إفراد السمع وجمع البصر، وذكرنا أمثلة لذلك، وهو قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، سورة النحل. ويقول الله تعالى في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نلاحظ في القرآن الكريم التزاما بإفراد السمع وجمع البصر حين يجتمعان، إلا في مواضع نادرة من القرآن الكريم. والسبب في ذلك هو أن مدركات الأبصار متنوعة، ولكن مدركات السمع شيء واحد. ما معنى أن مدركات الأبصار متنوعة؟ أنه الذي تدركه العين أشكال وألوان مختلفة. عندك الأزهار والفواكه والأشياء الموجودة في هذا العالم الخارجي، كثيرة الأشكال وكثيرة الأنواع وكثيرة الألوان، فيها الأحمر وفيها الأخضر وفيها الأصفر وفيها الأسود والأبيض. وأيضا حالات البصر متنوعة، فأنت تستطيع أن تتحكم في عينيك بالفتح والإغلاق، وإذا أغلقت عينيك فإنك لا ترى، فالنائم لا يرى. وأيضا أحوال العين متنوعة، ونظرات العين مختلفة، وهناك نظرة الحزن، وهناك نظرة الفرح، وهناك نظرة الرضا، وهناك نظرة الغضب، وهناك نظرة الشماتة. هذه كلها تدل على أن حالات البصر متنوعة ومختلفة. أما السمع فحالاته واحدة، وليس هناك تحكم في السمع مثل ما يكون في البصر، فأنت في أذنك حتى لا تسمع، فأنت تسمع من كل الجهات، أنت لا تستطيع أن تغلق أذنيك، لكنك تستطيع أن تغلق عينيك. ومما نلاحظه أيضا أن السمع مقدم على البصر في جميع القرآن، وهذا من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لأن التجارب العلمية أثبتت أن الجنين في بطن أمه يسمع قبل أن يرى. هو يسمع وهو في بطن أمه منذ الشهر الخامس، لكنه لا يرى إلا بعد ولادته بفترة طويلة. وأيضا نلاحظ أنه من السنة النبوية أنه المولود حين يولد، فمن السنة أن تؤذن في أذنه اليمنى وأن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى، حتى يكون أول ما يسمعه هو ذكر الله عز وجل، حتى يستجيب لنداء حين يشب ويكبر. لكن البصر لا يأتي للطفل إلا بعد فترة طويلة، وتختلف من طفل إلى آخر. ونلاحظ أيضا أنه بالنسبة لجمع الأبصار، في
في بعض المواضع ورد فيها البصر مفردا، كما في سورة الإسراء حيث يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا من المواضع النادرة التي جاء فيها البصر مفردا، والسبب في هذا هو أن المسؤولية فردية عند الإنسان في يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.